Hello, my dear student. How are you? Today, inshallah, we are going to do some exercises from workbook. اليوم يا تاني يا حلوين رح نحل مع بعض بعض التمارين اللي موجودة عندنا من الكتاب الغير ملون. Please open your workbook at page 13. افتح لكتابك اللي مو ملون يا تاني على صفحة 13. وبدي أحكي لكم شغل كتير مهم يا ميس، إنه هلأ في بعض التمارين بتكون مش موجودة عندكم بالفيديوهات. ليش؟ طبعا أنا بغطيها وبحلها من خلال حصة الزوم. هلأ حصة الزوم موجودة عشان إنه إحنا نكون متواصلين مع بعض صوت وصورة. يعني مثلا في تمرين أنا ما حليته بالفيديوز بيكون موجود عندك بحصة الزوم. طيب هلأ ليش إنه مثلا المس ولاء ما بتحل هاي التمارين بالفيديوهات؟ لأنه يا خواتي الأمهات أو أولياء الأمور يلي بيتابعوني مع أولادهم، هلأ إحنا عنا هذا الكتاب الإلكتروني مش موجود فيه كل التمارين، ولذلك لما يكون مش موجود معانا التمرين من خلال حصة الزوم. طبعا هذا الإشي نادرا ما إنه يصير، يعني ممكن بكل وحدة يكون عنا تمرينين أو بالكتير ثلاثة مش موجود معانا في الكتاب الإلكتروني، لكن أنا بغطي هذا التمرين أو الإكسرسايز اللي هو عن طريق خلال حصة الزوم. ونظرا إنه لبعض الأمهات مثلا تحكي لك ابني ما بلحق يكتب، أو في طلاب أصلا ما بيحضروا حصة الزوم إلى آخره، أنا رح أسير إن شاء الله التمرين يلي ما بيكون موجود معاكم بالفيديوز اللي أنا ببعته كل يوم على المنصة والتليجرام، رح إن شاء الله أسير أصور حله وأبعث لكم إياه على التليجرام يا حبايبي. إذن we have a deal. Okay, we have a deal. طيب هلأ الكل فتح كتابه الورك بوك على صفحة 13، على صفحة 13 بدنا نحل مع بعض يا تاني exercise J. يعني هاي مثلا في صفحة هلأ 13 exercise I اللي هو unscramble and write مش موجود. إن شاء الله إحنا مثل دائما وكالعادة بنغطيه وبنحله مع بعض في حصة الزوم إن شاء الله، والأمور كلها إن شاء الله هينة وسهلة. أنا متأكدة كل أولادكم فاهمين 100% is this with that with those with this. طيب نروح على exercise J اللي هو read and check. انت مكتوب عندك read and write through، او اللي هو اشارة صح، يعني بدنا نحط اشارة صح على المكان الصحيح. في عنا خانة true اللي هو الجملة صحيحة، وعنا خانة false اللي هي جملة خاطئة. عنا number one those are birds. طيب فكر معاي يا تاني، عنا كلمة ذوس، معقول يا تاني ذوس للمفرد؟ طب اطلع عندي على الصورة، أنا عندي ذوس. طب ما إحنا حكينا المس ولاء قالت لنا ذوس اللي هي للجمع، طب ليش حاطين لنا صورة مفرد؟ إذن هاي الجملة خاطئة. خاطئة ليه؟ لا مش خاطئة إنه هي غلط، لا، لأنه ما بتمثل الصورة يلي موجودة عنا. إذن عنا those are birds، هدول عبارة عن عصافير، غلط، هاد بس عصفور واحد. إذن بنحط كليك صح عند مكان الغلط، عند الجمل الخاطئة. number two بحكي لنا this is a fox. طب إحنا عنا this is اللي هي مفرد، بنتطلع إحنا عنا هون مفرد، عنا مفرد. طيب بنكمل لآخر الجملة this is a fox، هذا ثعلب. طب يي نتطلع على الصورة، هلأ هذا ثعلب؟ رونج، غلط، هاي بسة كات. إذن برضو بنختار فولس، بنحط صح عند تحت قائمة الفولس. sentence 3 الجملة الثالثة، عنا الكلوكس هدول، خلونا نعدهم مع بعض 1 2 3 4 5، عنا 5 clocks. منيجي بنحكي these are clocks، طيب عنا these ممتاز يعني جمع يعني صح، are clocks اسمهم ساعة، نعم اسمهم ساعة، اذا بنختار true، نحط صح بقائمة لترو. نروح عنا على fourth sentence الجملة الرابعة، بحكي لنا this is a duck، هاي بطة، نتطلع إحنا عنا موجودة بطة واحدة، نعم موجود عنا بطة واحدة، إذن بنختار true تحت الجمل الصحيحة أو بالقائمة الاختيار الصحيح. The last one عنا those are clouds،
طلع عندي يا تاني بقولنا ذو ثقار. طب يا مس ولا، ما هي ذو ثقار يعني للجمع، وانا ما عندي هون الا غيمة وحدة. يعني بنختار غلط، بنحط صح تحت الجمال الخاطئة. بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالفيديو اللي صورته اليوم يا تاني. Have a nice day and see you tomorrow or in the class zoom ان شاء الله. Goodbye يا حبايبي. Bye.